الحاجة الوحيدة اللي تخرجني من شعور خروج مصر تقريبا من كأس العالم هي ان اصور الحلقة دي. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر مونتك. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن 4 أو 5 طرق للربح من كأس العالم، او 5 افكار ازاي تقدر تعمل فيديوهات تربح او تكسب منها فلوس كويسة جدا من كأس العالم. يعني افكار مش جديده قوي، ولكن انا حاولت اجمع لك معظم الافكار اللي اتنشرت والافكار الجديده بحيث ان انت ايه تستفيد من كل الافكار عامه وتقدر تكسب فلوس من كاس العالم. مقدمه بسيطه كده قبل بس ما نبدا في اي حاجه، كاس العالم يعني اعلانات. كاس العالم يعني ايه؟ يعني اعلانات. في اعلانات غاليه جدا في كاس العالم، طب انتوا عارفين الحته حر يعني، بس هعرف تمام. المهم يعني كاس العالم اعلانات كتير وغاليه جدا، فانت انك تعمل حاجه عن كاس العالم تجيب مشاهدات هتحقق ربح كويس جدا. يعني المليون مشاهده في كاس العالم وسهل على فكره تجيب مليون مشاهده في كاس العالم، مش صعبه خالص، لان يعني معظم فيديوهات كاس العالم بتعدي 100,000، فانت مش صعب خالص انك تجيب مليون. يعني 100,000 حتى ممكن يجيبوا لك في حدود ال 70 80 دولار، وده كويس جدا، او كمان ممكن تجيب 100 دولار، فارقام هتبقى كويسه جدا معاك في كاس العالم. فايه ركز كده في الحلقه دي، ممكن تطلع لك بفكره او فكرتين تقدمهم في كاس العالم وتعمل فيديوهات حلوه ان شاء الله. الكاميرا لسه لها شرطه واحده بس تفصل، فاتمنى ان احنا نلحق. افكار، اول حاجه نشر الاهداف والملخصات. طبعا احنا عارفين الموضوع ده، وانا النهارده مش جاي اقول لك الفكره دي اللي هتعتمد عليها بشكل كامل. نشر الاهداف والملخصات دي لناس معينه بس، انا كاتب هنا حتى ناس خاصه، يعني دي بتاعت ناس معينه، الناس اللي بتعرف تنشر اهداف وملخصات تنشر، الناس اللي حابه تستخدم حلقاتنا في نشر الاهداف والملخصات تستخدمها، حابب تستفيد حاجه كده ولا كده استخدم الحلقات دي. ولكن ما يعني مش هقول لك 100% انت الحاجه دي هتفيدك والحاجه دي هتخليك تتخطى حقوق طبع ونشر. نسيت اقول لك ان كاس العالم في اعلانات ولكن برضو في حقوق طبع ونشر كتير، فانت هتاخد بالك قوي 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 انك ما تجيبش اي حاجه لها علاقه بالماتشات، تمام؟ لان الماتشات كلها على حقوق طبع ونشر. طبعا ده كاس العالم والفيفا هي اللي بتحذف الفيديوهات. انا نشرت بس الفيديو بتاع ازاي تنزل قنوات كاس العالم، اتحذف في ثانيه بسبب اني بس نزلت 4 أو 5 ثواني من ماتش، كان الموضوع مش مستاهل يعني. ثاني حاجه بقى، ودي حاجه انا حابب ان انت تركز عليها تركيز خارق، انك تتوقع او غير انك تتوقع تنشر فيديوهات عن فرص تاهل المنتخبات العربيه بالذات. فرص تاهل المنتخبات، يعني مثلا النهارده مصر خسرت من روسيا، تكتب النهارده مثلا فيديو فرص تاهل مصر بعد خسارتها من روسيا، فرص تاهل السعوديه بعد خساره مصر من روسيا. برضو الحاجات دي بتجيب مشاهدات عاليه جدا جدا جدا، وعن يعني تجربه، وانا عارف بقول لك ايه، في الموضوع ده بيجيب مشاهدات كويسه جدا. الموضوع انك تتوقع يعني مثلا قبل مثلا ماتش مصر لما يخلص تكون انت منزل فيديو فرص مصر بعد خسارتها من روسيا، فرص السعوديه بعد خساره مصر من روسيا، فرص السعوديه بعد خسارتها من الاوروغواي، مش عارف ايه الكلام ده، لا قدر الله يعني مش عارف هتخسر بكره كده. المهم يعني، والفكره الثالثه طبعا هي نشر القنوات اللي هتذيع كاس العالم. طبعا ناس كتير نشرت، حتى انا نشرت، ولكن زي ما قلت لك خد بالك قوي من حته ايه، انك ما تجيبش اي حاجه لها علاقه بالماتشات. فموضوع انك تنشر القنوات دي، ناس محققه بسم الله ما شاء الله ملايين المشاهدات، 5 مليون 6 مليون 7 مليون مشاهده على حاجات بسيطه جدا، فيديو دقيقه او دقيقتين، قنوات مش كبيره، قنوات صغيره ما كملتش 1000 سبسكرايب، وبيجيبوا الارقام دي بسبب 100,000 مشاهده و70 و80,000، ده اللي شفته بعيني يعني. قناه ما عدتش 1000 سبسكرايب جابت اكتر من كده في فيديو تافه جدا لدقيقه او دقيقتين، فات بيه الناس. طبعا مش تافه، انا اسف، انا بتكلم ان هو ايه فيديو صغير يعني، فات بيه الناس في ثانيه جاب 100,000 مشاهده. في الموضوع بسيط وسهل جدا يا جماعه، ما تصعبوش الموضوع يعني. فموضوع انك تنشر القنوات كاس العالم دي حاول تعملها. حتى النهارده مثلا انا كنت بنزل قناه بي ان سبورت، لقيت ان التردد اتغير، فانت حاول برده تجاري مع الاحداث، التردد اتغير حاول تنشر تردد جديد كده يعني، تمام. الفكره اللي بعد كده هي، لا للاسف دي مش فكره، دي حاجه انا بس حابب ان انا اوضحها لك، وهي انك تاخد بالك قوي وانت بتستهدف كاس العالم. يعني ايه تستهدف كاس العالم؟ يعني مثلا تحاول ما تبقاش رخيص وانت بتستهدف. يعني مثلا انا شفت فيديو لقناه مشهوره جدا فيها مليون مشترك بتنشر تحديات، مش لازم الاسامي يعني، المهم ان القناه بتنشر، انا على فكره بحب القناه دي جدا يعني، المهم ان القناه دي بتنشر مثلا فيديو تقول لك اكل 2 دجاج مشوي على الفحم مش عارف ايه بوزن 5 كيلو مع شرب بيبسي محمد صلاح. طب ايه علاقه محمد صلاح وعلاقه اللي انت قلته ده بالبيبسي؟ حتى لو البيبسي على صوره محمد صلاح ده استهداف، اسمه استهداف رخيص، فانت حاول انك تبعد عن الموضوع ده، لان الناس مش اغبياء، الناس فاهمه انت بتعمل ايه، فحاول تبعد عن الحوار ده، دي نصيحه يعني.
خمسة، قنوات رد الفعل. انت ممكن تعمل قناة لها علاقة برد الفعل، انك تعمل رد فعل على الفيديوهات بتاعت الناس، او مش فيديوهات، تعمل رد فعل على الماتش نفسه. مثلا النهارده ماتش مصر وروسيا، نعمل رد فعل على الاهداف، نعمل رد فعل على الحاجات. لو انت بتفهم في الكوره شويه هتمشي معاك الموضوع ده شويه، الموضوع هيمشي معاك جامد يعني، مش شويه، ممكن تبقى قناتك بعد كده يعني. فموضوع رد الفعل ده انت ممكن تبداه من كاس العالم. لو انت حابب تبدا قناه كوره، حاول تبداها من كاس العالم، لان العالم كله بيتفرج، العالم كله على اليوتيوب بيتفرج على الاهداف، بيتفرج على الحاجات. فانت لو عملت كوره، عملت قناه لها علاقه بكاس العالم، هتستفاد جامد جدا. فانت برضه حاول ايه، انك تجاري الاحداث وتعمل قناه تتكلم فيها، او تعمل رد فعل على الاهداف، على اهداف كويسه، اهداف وحشه كده، بحيث ان الحاجات دي برضه بتجيب مشاهدات كويسه جدا. الحاجه اللي بعد كده والاخيره، وهي برضه ما بعتبرهاش يعني هي حاجه كبيره، هي كواليس المنتخبات. دي برضه يا جماعه على فكره بتجيب مشاهدات عاليه جدا، ولكن اللي بيبقى مسيطر عليها قنوات المنتخبات، اللي مثلا قناه زي قناه اون سبورت، عندنا قناه دي ام بي سي، مش عارف ايه، بتجيب حاجات لمنتخب مصر. عندك كي اس اي سبورت بتاعت السعوديه، في عندك الكي تي في بتاعت الكويت مثلا، او اي حاجه يعني. القنوات دي بتسيطر اكتر، ولكن انت لو عرفت انك تجيب حاجه ما عليهاش حقوق طبع ونشر، القناه دي مش هتعرف تمسكك فيها، او عرفت تعدي حقوق طبع ونشر باي طريقه، فالموضوع ده برده هيفرق معاك جدا. فانت حاول برده انك ايه تمشي مع الحته دي، لان دي برده من الافكار اللي بتجيب مشاهدات عاليه جدا جدا جدا. وحاول مثلا وانت بتنشر، وانت بتكتب العنوان، انك مثلا تكتب مثلا حاجه لها علاقه بمنتخب مصر، اكتب مثلا اسم لاعب معين، زي مثلا عبد الله السعيد قال كذا، قال اي حاجه، واكتب حاجه تجذب الناس اكتر للفيديو. انت فاهمني؟ لا، الموضوع ده برده بيجذبني انا شخصيا للفيديوهات دي، فالموضوع مهم. والموضوع برده كل ده هيصب في مصلحتك انت في الاخر. فانت حاول تعمل قناه تلم فيها اكتر من فكره، او تعمل قناه واحده تلم فيها فكره واحده، فانت اعمل اللي انت عايزه. المهم ان انا جبت لك افكار، الافكار دي ممكن تعمل 3 افكار او فكرتين في قناه واحده، وممكن تعمل قناه واحده تلم فيها مثلا فكره معينه وتشتغل عليها. فانت حاول تشتغل من دلوقتي، كده انا لسه عليه بدري، لسه في الدور الثاني، ولسه في الدور 16 ودور 8، لسه في يعني موضوع طويل. فايه، حاول تشتغل من دلوقتي، وان شاء الله يعني هتستفيد ويطلع لك ارقام كويسه ان شاء الله في نهايه كاس العالم. بس كده، دي حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. ويا ريت لو عجبك الفيديو وحاسس انك استفدت تعمل لايك، واشترك في القناه لو كنت اول مره تشوفني، ولو حابب تشوفني مره ثانيه برضو اشترك في القناه، ضغط على زر سبسكرايب اللي تحت. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.